وزارة التربية الوطنية تعلن عن إطلاق أكبر عملية ترقية للموظفين بعنوان سنة 2022، والبالغ عددها أزيد من 52 ألف موظف قبل صدور القانون الأساسي. الوزارة الوصية أكدت لمديرية التربية عبر الولايات أن هذه الترقية تخص الموظفين المنتمين لرتب آلي الزوال وتسوية بعض الوضعيات العالقة للموظفين في مجال تسيير مساراتهم المهنية. لما تصدر النسخة النهائية للقانون الأساسي تصبح كل الترقيات مضبوطة وفق معايير محددة سابقا، وبالتالي في إمكانية كبيرة أن بعض الرتب تستفيد معها من ترقية هي الآن قبل القانون الأساسي غير مستفيدة. أعطيك مثال، أنا ممكن جدا أستاذ مكون في الآن قبل القانون الأساسي ليس له الحق في الترقية لمنصب مدير. لماذا؟ لأن منصب أستاذ مكون هو نفسه بالنسبة للرتبة 14-14، لكن لما يصدر القانون الأساسي ممكن ما يكونش هناك تساوي في الرتبة بين الأستاذ المكون والمدير، يعني يصبح مثلا المدير مثلا 15 أو 16 والأستاذ المكون مثلا 14 أو 15، يصبح الحق كما نقول على هذه المديرية الأساتذة المكونين. وسيستفيد موظفو قطاع التربية عبر مختلف الرتب من زيادات جديدة في الرواتب. طبعا راح تستفيد معها من الزيادات المعلن عنها في القاس من قيمة الريالجي، وربما راح تكون أيضا زيادات بعد القانون الأساسي بعد صدور القانون الأساسي. ما نقولوش كافية بصراحة تامة بالنسبة للموظف العمومي بالمقارنة بالزيادات معناها في السلع وبالمقارنة بتدني القدرة الشرائية. لا زال يعني بالراتب الموظف العمومي وخاصة في قطاع التربية لا يلبي الاحتياجات. عمليات الترقيات التي ظلت مطلبا أساسيا لعمال التربية منذ سنوات من شأنها تخفيف التوتر الحاصل بين النقابات والوزارة الوصية، خاصة في ظرف يستعد فيه التلاميذ لمختلف الامتحانات.